احنا في الوزارة النهاردة بنرحب بالشباب يعني المبهر لمؤسسة حياة كريمة في الحقيقة، وهي ذراع قوي كبير جدا مع المبادرة الرئاسية الكبرى، مبادرة الحياة الكريمة أو حياة كريمة برعاية فخامة الرئيس، وأيضا مؤسسة حياة كريمة وهي برعاية رئاسية، أحد يعني الأزرع العاملة لتنفيذ الفكر المرتبط بحياة كريمة، خاصة الفكر التطويري والإنمائي والتشغيلي. الحقيقة ده بيتوازى مع أعمال وزارة الشباب والرياضة. إحنا في مبادرة حياة كريمة بنعتز ونفتخر إن في المرحلة الأولى لينا 1041 مركز شباب، و1041 مركز شباب 266 مركز شباب جديد خالص في المرحلة الأولى لكرة حياة كريمة، والباقي في الحقيقة هو تطوير لحياة كريمة، وده أضاف لينا لأن هنكمل تقريبا كده 5000 مركز شباب على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى الأرقام اللي قلنا عليها. النهاردة يمكن يعني خطوة جديدة من سلاسل الشراكات اللي بتقوم بيها مؤسسة حياة كريمة، وهي خطوة الحقيقة يعني احنا سعداء جدا ونتشرف بيها ان احنا نثمن جهودنا مع وزارة الشباب والرياضة، لان هي تتقابل في العمل بشكل كبير جدا، وتوحيد الجهود بيننا هيكون متقابل بشكل كبير، لان احنا تقريبا كافة الأنشطة وكافة المحاور الخدمية اللي بتقوم بيها المؤسسة يعني متشابهة جدا مع وزارة الشباب والرياضة، ويمكن منها طبعا التوعية والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي الخاص بالشباب ومراكز الشباب وتأهيلها وتطويرها، وان احنا نستخدمها كزي منارة في كافة القرى وكافة المراكز الخاصة بمراكز ومشروع حياة كريمة.